صباح الخير والفل والياسمين وكل الحاجات الحلوة على كل المشاهدين الحلوين. يوم جديد من أيامنا في يوم سعيد، ويا رب يومكم إن شاء الله يبقى كده كله سعادة وخير ورزق وبركة. يا دمزي صباح الفل يا نرمين، صباح الأخبار؟ الحمد لله. صباح الفل على كل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشة قناة المحور، ويا رب يومكم كده يكون كله سعادة وأمل وتفاؤل. يا رب. مبارك النهارده بقى وانت جاي، لازم كل ما اطمن عليكي كده يومك بدأ ازاي. طبعا انتوا عارفين يعني احنا عشان كنا قبل كده بنعمل برنامج هو هنا، فكانت الدنيا واحنا نازلين لا كان الطريق تمام وبنصحى براحتنا. طبعا الدنيا لسه في شويه لخبطه، لكن بيستوقفني بقى حاجه. طبعا احنا بننزل بدري جدا، بس يعني وانا ماشيه في ناس برضو، في ناس زي حالتنا كده بتنزل من بدري جدا الساعه 5 الصبح، بس بلاقيهم بقى يا ديما هم رايحين اشغالهم او كده بيبقوا مكشرين وضربين بوز وبيبقوا ما حدش طايق لحد كلمه، بيبقوا اجريسيف جدا. وليه ليه ليه ما يعني تفائلوا بالخير تجدوه، يعني زي ما بنقول الصبح كده الواحد بيبقى صاحي بيجذب الطاقه ليه. فمعرفش بحس الناس كلها ده نازله الصبح قافله وشها وبيبقوا مستنيين لبعض، يعني ايه زي ما بيقولوا واقفين لبعض على الوحده. اعتقد اللي بيبتدي يومه كده خلاص يومه بيبوظ، هو صدر لنفسه وللناس اللي حواليه طاقه سلبيه مش عاديه. نعمل ايه بقى عشان نحافظ على هدوء اعصابنا كده ونبتدي يومنا بشكل كويس وما نخليش الطاقه السلبيه دي تاثر علينا؟ هيكون معانا مداخله مع دكتور شيرين درزيلي استشاري الطب النفسي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليكم ويوم سعيد علينا وعلى بلدنا كلها. يومك سعيد. يعني نعمل ايه بقى علشان طاقه الناس السلبيه دي ما تاثرش علينا؟ الصبح كل واحد اصلا رايح الشغل مش فايقين قوي، فتلاقي في ناس عصبيه جدا. نعمل ايه بقى نتجنب الطاقه السلبيه بتاعتهم دي؟ الأول إحنا أول ما نصحى في حاجة لازم إحنا نعملها علشان الحاجة دي تخلي اليوم بتاعنا حلو وتخلي فيه سلام نفسي عندنا، وده بعتبره تمرين بسيط ومش هياخد أي وقت. يعني أني شخص أول ما يصحى في بداية يومه لازم يستحضر النعم اللي موجودة عنده، صح. صحة، مال، أولاد، النعم اللي موجودة عنده. مجرد تكرار ده للعقل الباطن هيشحن السبع نقط بتوع الطاقة بتوع الجسم بطاقة إيجابية جدا، وهتخليه عنده استعداد وعنده رصيد كبير جدا من إن هو يتخطى أي حاجة سيئة، لأن هو بيكرر العقل الباطن مفتاح التكرار بيعمل له برمجة لغوية عصبية. فلما بيقعد يكرر كل يوم لنفسه النعم ونص الكوباية المليان اللي في حياته يستحضرها ويكررها لنفسه ويحمد ربنا عليها، العقل الباطن في حد ذاته هيتقبل أي عصبية أو أي أشياء سلبية من اللي حواليه بشكل لا يؤثر على الصحة النفسية للشخص نفسه. طيب خليني اقول ان هي فكره الحمد او الشكر طبعا دي مهمه جدا، ان احنا طول ما احنا قاعدين نحمد ربنا ونشكر ربنا ان احنا حتى الحمد لله بس بصحتنا وبكامل عافيتنا. طيب خليني اسال حضرتك، هو احنا ليه الصبح بنبقى قايمين مش طايقين نفسنا، بنبقى قايمين زهقانين ومخنوقين، وفي ناس تقول لك ايه لا 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 انا الصبح ما حدش يكلمني، لا لا استنوا لما اشرب الكافي بتاعي، ليه؟ علشان اللي بيحصل بقى بيجي من العشر دقايق اللي قبل النوم اصلا. العشر دقايق اللي قبل النوم اليوم اللي قبله يعني؟ يعني قبل ساعات النوم بيبقى فيه عشر دقايق متحكمين في المود بتاع الشخص خلال وقت النوم، لو مثلا بينام سبع ثمان ساعات، وكمان في موده لما بيصحى. ازاي بقى؟ التوقيت اللي هو العشر دقايق اللي قبل النوم ده اسمه حالة العقل ألفا. التوقيت ده بناء على الأفكار اللي الشخص بتيجي في دماغه في التوقيت ده، سواء أفكار إيجابية أو سلبية، أو بيفكر قبل النوم إن هو خايف من حاجات معينة، بيبتدي العقل الباطن يشتغل على نوعية الأفكار اللي هو دخلها في العشر دقائق اللي قبل النوم. وعلميا الوقت ده اللي قبل النوم اسمه حالة العقل ألفا. الأفكار دي لو هو مدخل أفكار سلبية ومخاوف، وانه خايف من المستقبل وخايف من بكره فيه ايه، او يعني هو بيفكر الانسان، يعني حضرتك عايزه تقولي انه احنا بنصحى على اللي نمنا عليه، يعني ان احنا الحاجه اللي بنفكر بالزبط. فيها هي دي اللي بنصحى عليها. علميا يعني بقى ازاي ده؟ لاني العشر دقائق اللي قبل النوم الافكار اللي فيهم واخر مشاهد كمان شافها بعينيه، عشان كده دايما نقول بلاش تتفرجوا مثلا على الفيسبوك لو في حروب او حوادث او كده، بلاش في التوقيت اللي قبل النوم، لان بيبدا العقل الواعي يغيب، العقل الباطن بيشتغل على اخر حاجه
شافتها الحواس وحاجه جت يعني ابتدت مشاعر ابتدى الشخص يحسها. طيب يعني تفائلوا بالخير تجدوه يا دكتور، يعني ده اللي حضرتك عايزه تقوليه. صباحك زي الفل ويومك سعيد ان شاء الله. دكتور شيرين الدرديري استشاري الطب النفسي، بشكرك شكرا جزيلا. اللي بننام عليه بنقوم عليه، فناموا على حاجات حلوه، اتفرجوا دايما على حاجات كوميدي، حاجه لطيفه، على خبر لطيف. لا فكره ان انت تصحي تشكري ربنا وتعدي نعمك دي على فكره دي حاجه بتفرق دايما، يقول لك دايما علشان حتى تزودي ثقتك في نفسك. طيب من الاخبار الحلوه قوي ان مين اللي معانا النهارده هي الانجازات اللي حققتها مبادره 100 يوم صحه، واللي بتعتبر طبعا مبادره وطنيه هدفها تحسين صحه المواطنين في جميع انحاء مصر. طبعا مبادره 100 يوم صحه الحقيقه بتعكس جهود الدوله في توسيع نطاق الحياه لخدمات الصحه العامه، واكيد بتقدمها بشكل مكثف خلال فتره زمنيه محدده، اكيد ده كمان مع ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحيه بجوده عاليه. تعالوا نشوف الانفوجراف بيوضح طبعا انجازات المبادره ونرجع نكمل حلقتنا. طيب خلينا نروح لحاجة تانية، ووزارة الثقافة ووزارة الثقافة الحقيقة استضافت معرض اسمه بالمصري لثلاثة من الفنانات وهم سوزان ومنى وكمان زينة. المعرض الحقيقة بيضم تقريبا 60 لوحة فنية بخامات بقى مختلفة زي اللي هي ألوان الزيت والأكليريك. تعالوا نشوف تقرير كده سريع عن المعرض وأكيد راجعين نكمل حلقتنا مع حضراتكم. لأول مرة يعرضن ثلاث فنانات 60 لوحة تعبر عن الثقافات والروح المصرية مستخدمين الألوان والخامات المختلفة، حيث استقبلت قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية معرض بالمصري، والذي حرص على افتتاحه عدد من الشخصيات البارزة واللامعة بعالم الفن والسياسة. أنا أول مرة أعمل معرض، أنا مهندسة معمارية بعشق الفن يعني، وأول مرة تجيلي فرصة أن أنا أتفرغ أن أنا أحقق اللي أنا كان نفسي فيه. بحب أي حاجة بتعبر عن مصر، بس في نفس الوقت بحب اني اجمع الالوان مع بعض، يعني بحب التجريدي، فحبيت ان انا ادي احياء مصر بس من خلال لوحات بتدمج الوان مع بعض. اللوحه اللي هي عن الامومه بحبها لان انا الامومه اكتر حاجه جوايا يعني. المجموعه النهارده كلها بتحكي عن النوبه في رقصهم، في لبسهم، في الحلي بتاعهم، في عاداتهم، اي حاجه ليها علاقه بالنوبه. اكتر حاجه بهتم بيها التعبيرات بتاعت الوش، فأنا تملي بشتغل على الوش وتعبيراته وشوية الحركة، بس أكتر الوش. معظم الوقت كنت برسم لنفسي. سعيدة طبعا جدا أن الناس تبتدي تشوف يعني صحابي وكده تملي بيشوفوا شغلي، بس أول مرة يبقى للناس عموما يعني. نحن سعداء اليوم بمتابعة هذا المعرض المنفرد لأسرة الراحل رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وواضح أن بناته كل من هنا فنانة مستقلة وحتى حفيدته، فهذا العمل الفني بيحينا ويعطينا صورة أنه الشخصية متكاملة دايما، الفن مع السياسة مع الأدب مع كل مظاهر النهضة والقوى الناعمة
التي تتميز بها مصر. المعرض الحقيقه يعني فيري امبرسيف، احنا كناش متوقعين ان حاجه بالجمال ده والعدد الحاجات المعروضه. بس طبعا انا عارف من زمان ان منى وسوزي يعني دول ناس مهندسين وفنانين، ويعني انا قبل كده هديتنا بصوره حقيقه يعني صوره جميله، فانا جاي عارف انها هتبقى حاجه حلوه، بس مش متخيل ان بنكمل الاعمال دي وبالاتقان ده. المعرض النهارده ما شاء الله في حاجات كتير متنوعه. اولا بيعكس جانب من شخصيات منى وسوزان بالنسبه لي، يعني ناس قريبين قوي، ما كنتش متخيله ان هم جواهم كل الفن الرائع ده. غير كده اكتشفت ان في واحده بما ان هي يعني ثقافتها هندسه اكتر واركيتكتشر، هي اللي اختارت الجزء المودرن وشايفه انها مبدعه فيه، مبهوره بالشغل بتاعهم وبالاداء ده وبالليفل ده. اللي عجبني النهارده اللوحات، بسم الله ما شاء الله تحفه جدا، وكلها بتتكلم عن الحاجات المصريه البحته، كفايه ان هو اسمه بالمصري، وصلنا لنا الثقافه المصريه بطريقه بسيطه ما شاء الله، عجبني جدا، وكل لوحه تتميز عن الثانيه. النهارده بيوافق ذكرى رحيل الفنان هيثم احمد زكي، نجل الفنان احمد زكي والفنان هالة فؤاد. طبعا رحيله ساب حزن كبير في الوسط الفني نرمين، ويمكن هو بدايته كانت قويه جدا مميزه لما جسد شخصيه العندليب عبد الحليم حافظ في فيلم حليم. تعالوا نشوف الفيديو ده عن الفنان هيثم احمد زكي ونرجع لكم مره ثانيه. رحمة الله طبعا على الفنان هيثم أحمد زكي ووالده الفنان أحمد زكي ووالدته الفنانة هالة فؤاد. طيب خليني أروح لحاجة تانية كده، وفي سؤال كده دايما بيدور كده جوه ذهن كل الأمهات، ليه ولادنا دايما الحقيقة بيكرروا نفس الغلط ونقعد نقول لهم يا حبايبي بلاش، ما ينفعش كده غلط. طيب هل لما يعملوا كده هل مثلا أعمل لهم حالة من البانش أو إن أنا أعاقبهم، ولا المفروض إن أنا أسكت، ولا المفروض أعمل إيه بالظبط؟ طيب خلينا نقول إن المجلس القومي للطفولة وللأمومة والطفولة نشر فيديو على صفحته ضمن مبادرة صاحبوهم واكسبوهم، ده في إطار طبعا المبادرة الرئاسية بداية. المبادرة دي هتجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور جوه أذهان الأمهات. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع لكم مرة تانية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صاحبوهم تكسبوهم. أول سبب، من أول سن سنتين ابني بيكون نفسه ياخد قرار وبيمشي لوحده وبيبدأ يجرب كل حاجة، فالتعامل الخطأ في السن ده والإيذاء أو القسوة أو العقاب المستمر، ولو ابني كان من الشخصيات القوية أو الجريئة هيبدأ يعمل الخطأ كنوع من أنواع الإسقاط النفسي. لو دايما ماما كانت بتقصو عليا وانا عايز حاجه ببدا اجرب، تاني حاجه الابتزاز العاطفي، الشوكولاته خطر، فابدا ازن على ماما فماما تجيب لي الشوكولاته، فاعرف ان العياط هو اسلوب الابتزاز العاطفي الامثل لماما. العقاب المستمر بدون بديل، لما ابني مثلا بيجي يشتم بعاقبه دايما، ابني على طول بيجي يشتم فانا دايما بعاقبه عقاب خاصي. فلو فكرت مثلا وهو بيشتم يخش يغسل بقه 40 مره، المره بعدها 50 مره، 60 مره، تدريجيا مع العقاب العاطفي اني مش هتكلم معاه لفتره زمنيه معينه، مع ان اوجد له بديل، والبديل ان اقول له لما تحس ان انت بتنرفز اقعد اعمل حاجه فلانيه، ارسم، اقعد قدام المرايه، او ادي له اكتر من اختيار نشاط يبدا يعمله. بس احنا دايما بنعاقب ولادنا من غير ما نوجد بديل ليه. أوقات كتيرة جدا بيكون الخطأ متعمد كنوع من أنواع لفت الانتباه. لما أجي ألاقي ابني بيرغي أو بيتكلم كتير الكلام، أعرف إن هو عنده مشكلة في لفت الانتباه، وإن هو بيشعر بالإهمال، أو هو عنده غيرة معينة. فلو قابلت ده بيسكت، أو هتعمل ده بالعكس، نعمل لعبة السكوت، نفضل كنا ساكتين لمدة 10 دقايق، لمدة 5 دقايق، بعد كده ببدأ أحكي قصة. ويقول لي هو استفاد منها ايه؟ بعد كده اسمح له يحكي القصه عشان اعلمه امتى يتكلم وامتى يسكت. خدوا بالكم ان التكرار وتعمد تكرار نفس المشكله اكتر من مره بتكون مشكله لينا. اطفالنا هم انتاج لينا وانتاج لتربيتنا، وهم البذره اللي لو حطيناها في ارض بور عمرها ما تنتج ناس اسوياء، وعشان كده لازم نحافظ على اولادنا ونقرب منهم. حلقه النهارده كده يكون اتكلمنا عن ليه ولادنا دايما بيكرروا نفس الغلط.
يعني اكيد المبادرات دي مهمه جدا، بحيث ان هي فعلا بتساعد الامهات ان هي تتعامل او تتواصل صح مع ولادها. دي حقيقه بصراحه، لان يعني انا من خلال خبرتي وتجربتي، بس طبعا انا ابني خلاص كبر دلوقتي، لكن والله انا شخصيا لغايه دلوقتي بعاني في السن بقى الكبير شويه، فعايزين مبادره للسن الكبير هو بتاع الجامعه، اللي هو انا لغايه دلوقتي مش عارفه الحقيقه اتعامل معاه. جو عايزه اقول لكم على حاجه، احنا دايما نقول لكم ايه، احنا بنيجي الجو برد قوي لابسين جواكت وحاجات، احنا بنروح بقى هنموت من الحر، حر جدا حرفيا، الجو بيبقى حر جدا واحنا لابسين بقى خلاص شتوي، يعني احنا بننزل بدري قوي فالجو بيبقى برد، بس اعتقد اليومين اللي فاتوا الجو حلو جدا، الجو حلو، مفيش البروده اللي كانت موجوده بالليل. بس خليني اقول لك برده هو مش مستقر، يعني هو الجو برده مش مستقر، يعني زي ما ديما بتقول كده احنا بنبقى نازلين بدري جدا فالجو بيبقى فعلا برد. انا بعمل حركه في منتهى الغلط، ان انا بشغل تكييف العربيه السخن، ببقى فعلا نازله بردانه جدا، واحنا خارجين بقى من الاستوديو مروحين لا الجو بيبقى حر، فما اروح شغال التكييف ايه بقى السقع، ما تعملوش زي طبعا خالص، لان ده اكبر غلط انا بعمله. تعالوا بقى نشوف دلوقتي درجات الحراره ونستعرض مع حضراتكم درجات الحراره ونرجع لكم مره ثانيه. خلونا نعرف اكتر عن حاله الطقس النهارده من دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دكتور صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه ديما واستاذه نرمين وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. قول لنا يا دكتور كده حاله الطقس النهارده ايه؟ احنا طبعا اليوم مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، خاصه في المحافظات الداخليه، يعني المحافظات الداخليه اللي هي جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى ومحافظات الصعيد، فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في لفترة النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى هتكون حول المعدلات أو أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة، 27 درجة مئوية اليوم متوقعة على القاهرة الكبرى، فالأجواء الخارجية الدافية فترة النهار هي اللي مؤثرة معنا في المحافظات الداخلية، لكن لسه في فرص لسقوط الأمطار في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، يمكن اليوم تحديدا متوقع استمرار أمطار متوسطة على محافظة مطروح، تمتد باقي محافظات السواحل الشمالية أمطار خفيفة، ودايما الأمطار بتكون على فترات متقطعة، لكن المحافظات الداخلية مش هيكون فيها أي فرص لسقوط الأمطار. طبعا مع الدفء اللي بنلاحظه فترة النهار بنلاقي العكس فترات الليل، أول ما أشعة الشمس اللي بتغيب فترات الليل بنلاقي البرودة، وخاصة في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة أو حتى المحافظات ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، وخاصة كمان في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، ولازم نحذر من الشبورة المائية، لأن الشبورة المائية موجودة وموجودة معنا كمان خلال الأيام اللي جاية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية، وبدأت تأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية في فترات الصباح الباكر، لكن هي بتختفي مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا بتبدأ تتلاشى من على الطريق، وتبدأ الرؤية على الطريق تتحسن بشكل كبير. طيب دكتور منار خليني أسأل حضرتك، هل في أي موجة أو حاجة مفاجأة هتفاجئنا الفترة الجاية، ولا لا الدنيا مستقرة اليومين الجايين؟ يعني في الأيام اللي جاية الأحوال الجوية هتكون مستقرة، لكن فرص الأمطار يوم السبت والحد ممكن تشمل بعض المحافظات الداخلية، مش هتكون بس على المناطق الساحلية، لا ممكن تدخل كمان لبعض محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، فمش هتكون عدم استقرار بشكل كبير، لكن ممكن يكون عندنا فرص أمطار خفيفة في بعض المحافظات الداخلية، وهيكون عندنا نشاط للرياح في فترات المساء وساعات الليل، ده يساعد ان انا احس بانخفاض قيم درجات الحراره، ويساعد ان انا احس بالبروده. هو بس التحذير المهم في الفتره دي ان احنا لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس، لازم الملابس تكون خريفيه على مدار اليوم كله، ولو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او هنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر يبقى معانا جاكيت او شال،
لان البروده فعلا بتبقى موجوده في الايام في الفترات دي، وهالايام اللي جايه كمان هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره الصغرى فترات الليل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. وزي ما دكتور منار قالت واحنا بنقول كل يوم انه جاكيت خفيف يا جماعه خلوه معاكم او شال كده بسيط لانه خفيف، لانه الجو فعلا بالليل لا بيبقى فيه لسعه برد. طيب خلونا نروح لحاجه تانية، ودلوقتي بقى جه معاد فقرتنا مع الشيخ يسري عزام، والحقيقه احنا كل يوم بنستفيد من علمه. النهارده الحقيقه هو كل يوم الشيخ يسري بيتكلم معانا في موضوع مختلف. النهارده هيتكلم عن محبه الله، ويمكن احنا كنا بنتكلم كمان في البدايه مع دكتور شيرين الدرديري عن ان احنا فكره ان احنا نشكر ربنا او ان احنا نصحى الصبح كده نحمد ربنا. تعالوا نشوف يعني الفقره مع الشيخ يسري، واكيد لسه مكملين مع حضراتكم. بسم الله، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. يا صباح الخير والهنا والسعادة والسرور على حضراتكم جميعا، يوم سعيد وصباح جديد. يا رب اجعل الكلام اللي بنقوله على كلامنا شهيد، اللهم أمين. ربنا يقول لنا في القرآن الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله. يا سلام على اللي يحب ربنا سبحانه وتعالى. حب ربنا سبحانه وتعالى يقتضي مني ومنكم جميعا ان احنا نفعل ما امرنا الله به وننتهي عما نهانا الله عنه. ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت لما تيجي تنام تجيب المصحف تقول لهم كده: هاتوا المجيد القرآن، وتضع المصحف بين سحرها ونحرها تتسلى به، فرحانة بالقرآن لأنه كلام الله. وكان سيدنا النبي لما ينزل المطر يقف صلى الله عليه وسلم تحت المطر ونزول المطر حتى تبتل ثياب النبي، فيقولوا له: ليه كده يا رسول الله؟ يقول لهم: إنه حديث عهد بربي، نعم المحبة يا سؤلي محبتكم، حب يقود إلى خير وإحسان، إلى نعيم وعيش لا زوال له، في جنة الخلد ملك ليس بالفاني. حب ربنا سبحانه وتعالى هيخليك تبتعد عن المعاصي، هيخليك تقرب للطاعات، لأن اللي بيحب حد بيطيعه، اللي بيحب حد بيسمع كلامه. ونحن نحب الله فنسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه. قولوا آمين. صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما تعودنا نبدأ يومنا بالتمارين الرياضية كده علشان نبتدي يومنا بطاقة ونشاط. هنروح نشوف دلوقتي ايه التمارين اللي معانا النهاردة من كابتن فتحي. نروح نشوف التمارين اللي معانا ونرجع لكم مرة تانية. صباح الخير اعزائي مشاهدين قناه المحور وبرنامج يوم سعيد، معاكم كوتش فتحي من نور الجيم جري سكوير. النهارده حلقتنا عن الناس اللي عايزه تلوس فات وبتمل من الماشينز بتاعه الكارديو زي التريدميل زي الاوربت راك. فالنهارده التمرين بتاعنا هنعمل هيد كارديو، هو اصعب شويه بس هيلوس معانا فات اكتر من الماشين وفي نفس الوقت مسلي. هنعمل اول تمرين معانا على الستيب، هنعمل فرونت بالشكل ده. كنا تمرين معانا بالميديسين بول. تالت تمرين هنعمل كاتل بيل سوين بالشكل ده. تمرين معانا هنشتغل بالروب.
سيركت هيت كارديو هنعملها كل شكل فيهم 4 في 30 عده. دي لو احنا مالين من الماشين بتاعه الكارديو او كده فدي ممكن تبقى مسليه بشكل اكتر وهتلوز معانا فات بشكل اكتر. كان معاكم كوتش فتحي من ورا الجيم جري سكوير برنامج يوم سعيد قناه المهور. شكرا. يعني الحقيقة شكرا لكابتن فتحي اللي يعني ورينا وقال لنا على تمارين لطيفة. أنا بتمنى والله والله إن أنا مش هروح الجيم لأن أنا زي ما أنتوا خلاص عارفين وحافظين أنا مش كائن مش بحب الجيم. بحب رياضة المشي يعني بحب الرياضة ورياضة أنواع. يعني أنتي قلتي برضو بتحب اليوجا الحاجات الهادية دي. بس خليني أقولك إنه بجد الفيديوهات اللي بتشوفها دي حتى الفيديوهات اللي بتشوفها على السوشيال ميديا بتحمس الناس قوي إن هي تبتدي تتمرن لو حتى هتتمرن في البيت. فكده كده أعملوا تمارين دي في البيت جدا. نطلع فاصل بقى يعني يلا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي كلامنا معاكم. يعني اكيد بعد الرغي اللي احنا رغيناه مع حضراتكم ده اكيد جوعتوا اكيد جوعتوا. جه بقى دلوقتي وقت الفطار ودايما مهم ان احنا نبدا يومنا بالرياضه وبعد ما بنخلص رياضه ان احنا نروح نفطر. تعالوا نروح مع دكتور روان سامي وهتقدم لنا وصفه سهله وسريعه للبانكيك. تعالوا نشوف ونرجع لكم تاني. صباح الخير، معاكم دكتور روان سامر اخصائيه التغذيه العلاجيه في برنامج يوم سعيد. والنهارده هنعمل وصفه جديده لكل الناس اللي بيحبوا يفطروا حاجه مسكره. هنعمل بانكيك صحيه. تعالوا بقى اقول لكم ايه المقادير. اول حاجه هنحط بيضه، كوب زبادي يوناني، هنستخدم نص كوبايه لبن وفانيليا، 5 معالق شوفان مطحون، بيكنج باودر وملح وقرفه، واخر حاجه خالص هنحط عسل ابيض للتزيين. وممكن كمان نحط شويه مكسرات وفاكهه لو عايزين نزود ايه القيمه الغذائيه بتاعه الوجبه. يلا بينا بقى نشوف الطريقه. اول حاجه خالص هنحط البيضه وبعد كده هنبتدي نحط الفانيليا. هنحط حاجه صغيره علشان ما تمررش. هنقلبهم كويس قوي مع بعض. والوصفه دي القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه علشان فيها بروتين كتير. الكميه دي هتنفع لشخص واحد وفي نفس الوقت السعرات اللي فيها مش عاليه خالص. هنبتدي بعد كده بقى نحط الزبادي اليوناني. هنحط حوالي 3 معالق وهنقلبهم كويس جدا. وكمان مش هتاخد وقت خالص معاكم وهتكون بتشبع قوي علشان كلها بروتين. ودلوقتي احنا هنضيف الشوفان، وكمان الشوفان من النشويات المعقدة يعني بيحسسنا بالشبع لمدة أطول. ممكن كمان نستبدل دقيق الشوفان بدقيق اللوز أو ممكن كمان دقيق جوز الهند. هنحط في الأول 3 معالق ونقلب كويس ونشوف القوام بتاعها. احنا عايزين كده ان هي توصل للقوام بتاع البانكيكس العادية، مع انها على فكرة كمان صحية جدا. هنضيف بقى شوية من اللبن بس حاجة بسيطة جدا زي معلقة صغيرة. علشان تبقى خفيفة شوية ما تبقاش تقيلة او ماسكة نفسها. ممكن بعد كده بقى نضيف كمان معلقة من الشوفان. وهنزود بقى للناس اللي بيحبوا القرفة، هنزود شوية قرفة رشة صغيرة. وهنزود معلقة صغيرة من البيكنج باودر وهنقلب كويس. القرفة بتديها نكهة وطعمها حلو وطعم بيبقى حلو قوي. ممكن كمان نزود معلقة من العسل جوه الريسيبي نفسها أو جوه العجينة نفسها علشان تديها شوية تحلية. وممكن كمان نستبدل العسل بسكر دايت. كده تقريبا هي خلصت معانا. هنحطها بقى في طاسه. اهم حاجه ان الطاسه تكون مش بتلزق. وممكن نضيف قطعه صغيره من الزبده او اي ماده دهنيه، قطعه صغيره جدا نص معلقه. هنبتدي بقى نحط العجينه واحده واحده.
في ناس كتير قوي بتحس ان هي اول لما بتصحى الصبح نفسها ان هي تاكل اي حاجه مسكره، وفي الحقيقه ده من الحاجات اللي بتبوظ الدايت جدا وبيخليهم طول النهار عندهم شراهه للحلويات. بس وصفه البانكيكس دي هي علشان فيها نشويات معقده وفي نفس الوقت فيها بروتين عالي، فده هيساعدهم ان هو ما يحسش بالجوع بعد كده. هنبتدي بقى، ممكن نعملها المقاس اللي احنا بنحبه، انا بحب اعملها دوائر تكون مش كبيره. وبس كده هنسيبها بقى على النار، هنحاول بقى نعلي عليها النار. وهنسيبها بقى حوالي يعني دقيقة بالظبط كده لغاية لما تمسك نفسها. ممكن بقى ناخد معاها نسكافيه أو شاي بلبن، بس أهم حاجة إن احنا ما نضيفش سكر كتير. وللتزيين بقى ممكن نحط عسل، ممكن نحط مكسرات، المكسرات فيها دهون صحية، ممكن كمان نزود الفاكهة، وكل لما احنا بنزود من الفاكهة كل ما احنا بنزود الألياف، بس في نفس الوقت ما نزودش عن سمرة فاكهة. هنستنيها بقى كده ان هي تكون مسكت نفسها علشان نعرف نقلبها. وبكده بقى بدأ الوش التاني خلاص ان هو يستوي، هنبتدي بقى نقلبها على الوش التاني. نحاول بس نقلبها بالراحة علشان ما تبص مننا، تبقى ريحتها حلوة جدا وبتقلب ريحة البيت علشان الفانيليا اللي فيها، وعلشان كمان ريحة القرفة، وبتخلي كل الناس حتى اللي مش عاملين دايت نفسهم ان هم يدوقوها. كده الوش التاني خلص، بنسيبها بقى على اخر الوش ده حوالي دقيقة واحدة بس مش اكتر من كده. هنجيب بقى طبق التقديم نجهزه. كده بقى هي خلاص خلصت، هنبتدي بقى نشيلها من الطاسة ونحطها في طبق التقديم. وهنبتدي بقى بعد كده نحط عليها اي نوع من انواع الفاكهة اللي احنا بنحبها. ممكن نحط عليها فراولة وبتبقى لايقة معاها جدا، ممكن كمان نحط عليها اي نوع من انواع التوت، كمان ممكن نحط عليها شرايح من الموز برضو بتبقى حلوة جدا، وممكن كمان نضيف مكسرات جنبها بتبقى لذيذة قوي. هنبتدي بقى نحط الفاكهة. ممكن بقى اخر حاجه خالص هنضيف اي نوع مكسرات عندنا، ممكن بندق، ممكن لوز، ممكن عين جمل، اي حاجه بنحبها علشان نزود كمان من الدهون الصحيه في الوصفه. وبس كده تكون وصفتنا للفطار النهارده خلصت، واستنوا بقى وصفه الغدا. دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الأبراج اللي دايما كلنا بيكون عندنا فضول كده نعرف حظ البرج بتاعنا ايه النهارده، ونعرف كمان ايه النصايح اللي نتبعها. خلينا نشوف الفقرة دي مع خبيرة الأبراج عبير فؤاد. أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهارده هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الخميس 7 نوفمبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه على كل الأبراج. النهارده القمر موجود في برج الجدي، أو مازال موجود في برج الجدي. اليوم كمان بيبدأ وكوكب أورانوس بيتراجع في برج الثور، والمشتري بيتراجع في الجوزاء، والمريخ في الأسد، والشمس في العقرب، وعطارد وفينوس الاثنين في القوس، وبلوتو
في الجدي وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم القمر في وضع معاكس طول اليوم، فمعاكس بالذات في الشغل، فانتم محتاجين انكم تشتغلوا بدقة عشان ما يتمسكش عليكم اي اخطاء. كمان مهم لو عندكم ضغط كبير في الشغل انكم تنظموا اولوياتكم وافكاركم عشان تعرفوا تتغلبوا على اي شعور بالتشتت. نروح لبرج الثور ومواليد برج الثور. القمر عندكم في وضع داعم، ويعتبر يوم من افضل الايام بالنسبه لكم في الشهر ده، خصوصا انه الحظ بيحالفكم في كل حاجه. تقدروا انكم تاخدوا قرارات سليمه وتمشوا في الاتجاه اللي يخدم مصالحكم. كمان عندكم حظ في السفر كبير، تقدروا انكم تعملوا لقاءات مهنية مع الخارج تكون موفقة، أو انترفيوز مع الخارج موفقة. لو بتخططوا السفر هتعرفوا تخططوا كويس، ويوم حلو في عموما في السفر سواء شغل أو فسحة. كمان عندكم رغبة في المعرفة تساعدكم تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم، وده يخليكم تعملوا تطور إيجابي في مستواكم المهني أو في مستواكم الدراسي. ده طبعا لو أنتوا في مراحل دراسية. نروح للجوزاء، يعني أشوف أنه الجوزاء عندكم يوم هايل في الفلوس. تعرفوا أنكم تديروا النواحي المالية بحكمة وتاخدوا قرارات سليمة في بيع أو في شراء. كمان في الإجراءات البنكية أو في أي أمور في البنوك تعرفوا تاخدوا قرارات سليمة وتتم الإجراءات البنكية بطريقة أسهل. فكمان عندكم رؤية أوضح للمستقبل تساعدكم أنكم تخططوا حلو لمستقبلكم المهني. نروح للسرطان ومواليد السرطان. القمر في مواجهتكم، ده بيخلي عندكم في تشتت أو مش شايفين طريقكم حلو، فمحتاجين تتأنوا جدا في قراراتكم في اليوم ده. يوم مش مناسب للمغامرة على كل الأصعدة، فما تغامروش في بيع أو شراء، بلاش تعملوا توقيع أوراق أو عقود في اليوم ده. خليكم محافظين على حقوقكم جدا. كمان في الحركة وفي السواقة اتحركوا بالراحة وسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. وكمان في النواحي القانونية بلاش يعني تغامروا، لأنه أي مخالفات في القانون أو المرور هيبقى سهل اكتشافها. لو متجوزين كمان ممكن تكونوا عرضة لمشاكل زوجية، فما تصعدوش المواقف واتحكموا في حساسيتكم. نروح للأسد ومواليد الأسد. القمر في منزل الصحة الإيجابي بيديكم طاقة ونشاط، وتقدروا أنكم تنجزوا الواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. وبشوف كمان أنه مواليد الأسد في اليوم ده تقدروا أنكم توظفوا جهودكم في اتجاه سليم. نروح للعذراء ومواليد العذراء. القمر في منزل الحب بيديكم طاقة عاطفية، وتعرفوا تتفاهموا بصورة أفضل مع الشخص اللي أنتم مرتبطين به، خصوصا أنه فينوس في وضع معاكس، فممكن يبقى فيه خلافات أو أزمات عاطفية. يعني استغلوا اليوم ده في أنكم تحاولوا تلاقوا حلول لأي أزمات عاطفية مقابلاكم. كمان في الشغل عندكم فرص تثبتوا نفسكم في شغلكم، ولو عندكم أولاد هتعرفوا تتواصلوا بصورة أفضل مع أولادكم. نروح للميزان ومواليد الميزان. القمر في وضع معاكس، ده بيخليكم في اليوم ده عرضة لسوء تفاهم مع الأهل أو القرايب أو الأصحاب، فحافظوا على اللباقة، بلاش تدخلوا في أي جدال يعمل لكم صدام مع اللي حواليكم. نروح للعقرب ومواليد العقرب. عندكم يوم هايل في توطيد علاقتكم باللي حواليكم، تعرفوا تقووا علاقتكم بالزملاء والرؤساء في الشغل أو
بالأهل والقرايب أو بالأصحاب، وكمان عاطفياً عندكم تأثير حلو في الجنس الآخر. كمان مواليد العقرب لو عاوزين تعملوا أي لقاءات مهنية مهمة، ده يوم هايل تعرفوا تبرزوا فيه مواهبكم وتقنعوا فيه أي حد باللي انتوا عاوزينه، وكمان تتفاوضوا حلو على حقوقكم. نروح للقوس. مواليد القوس عندكم القمر في المنزل الثاني بيخلي تركيزكم أقل، فضروري تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها في شغلكم قبل ما تنفذوها عشان ما تقعوش في أخطاء تتمسك ضدكم. في الفلوس كمان ما تغامروش، راجعوا حساباتكم عشان ما يحصلش خسائر. نروح للجدي، وطول اليوم القمر في برج الجدي بيديكم سحر وجاذبية وقدرة على أنكم تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بذكاء، وكمان تعرفوا تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح للدلو. مواليد الدلو القمر عندكم في منزل الصحة السلبي بيخلي طاقتكم البدنية مش كبيرة، فاخدوا بالكم محتاجين تاخدوا وقت كافي من الراحة وتنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. كمان مواليد الدلو حافظوا على السرية والكتمان، ما تتكلموش عن أخباركم وخططكم وابعدوا عن الفخر بنفسكم. نروح للحوت. ومواليد الحوت القمر في وضع داعم في منزل المشروعات، ده كمان منزل الأصدقاء، فيوم حلو في الخروج والانطلاق مع الأصحاب. هتلاقوا أصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم ولو بنصايح مخلصة. كمان في الشغل تقدروا أنكم تعملوا تنمية لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة، وتعرفوا تحصلوا بسهولة على دعم الزملاء والرؤساء في الشغل. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة يوم جديد ويوم سعيد. المدرسة مكان لينا كلنا. الحياة دي واحدة من الحملات اللي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، من الحملات الحياة المهمة والحملات المحترمة جدا. خليني أقول أن الحملة دي أو زي ما احنا بنقول أن المدرسة مكان لينا كلنا، هم أظن أن احنا مكان المدرسة أو التعليم ده احنا بنروح علشان نتعلم، بغض النظر بقى عن الهدف، عن الشكل، عن التمييز، عن العنصرية. لكن خليني أقول ان احنا من خلال فقرتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الحملة دي، والحملة دي المدرسة مكان لينا كلنا، حملة جديدة زي ما انا قلت لحضراتكم من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني. طيب خلينا نقول ان الهدف يعني نرمين من المبادرة دي هو التوعية باهمية دمج الطلاب بذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس الدمج المصرية. تعالوا نعرف اكتر عن الحملة دي من دكتور محمد شوكت ضيفنا منورنا النهاردة، خبير الاعاقات الذهنية وعضو المكتب الفني للإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح يومك سعيد. خلينا نبدأ طبعا بأهداف مبادرة المدرسة مكان لينا كلنا. طيب الأول صباح الخير على السادة المشاهدين وعلى حضراتكم. الأول نحب ننوه إن إحنا الحقيقة بنعيش أزهى عصور الاهتمام بذوي الإعاقة طبعا، بداية من إطلاق معالي فخامة رئيس الجمهورية عام 2018 عام ذوي الإعاقة، وإصدار قانون 10 لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2018. بتيجي المبادرة اللي أطلقها معالي الوزير دي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر 2030، اللي الهدف الكبير بتاعها والأسمى بتاعها التعليم دون تمييز. بالظبط. إن أنا أعمل تعليم، إتاحة التعليم بدون، بغض النظر عن الإعاقات أو الاختلافات أو الثقافات، يبقى عندنا التعليم متاح لكل ولادنا. المبادرة مبادرة المدرسة لينا كلنا دي أطلقها معالي وزير التربية والتعليم، وكان هدفها إنها تسلط الضوء على أولادنا من ذوي الإعاقة وننشر الوعي بأحقياتهم في التعليم، سواء مع المدرسين أو مع أولياء الأمور أو مع الطلاب غير ذوي الإعاقة زمينهم في المدرسة أو في المجتمع بشكل عام، ونسلط الضوء على
الخدمات اللي بتقدمها الوزارة لأولادنا ذوي الإعاقة في كل مسارات التعليم. طيب خليني أسأل حضرتك، يعني إحنا بنقول ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم، إيه نوع الإعاقة اللي هم اللي أنتوا بتتقبلوها في المدارس دي ولا كل أنواع الإعاقة؟ طيب الأول إحنا عندنا في مصر في كذا مسار لتعليم ذوي الإعاقة. في أول مسار مسار مدارس التربية الخاصة، ودي بتنقسم لثلاث حاجات: مدارس التربية الفكرية الخاصة بالإعاقات الذهنية المتوسطة، مدارس التربية السمعية، ودي خاصة ب مدارس التربية السمعية خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع، ومدارس النور للمكوفين خاصة بمدارس بالطلاب ذوي الإعاقة البصرية المكوفين. أوكي. المسار الثاني في التعليم طلاب الدمج. طالب الدمج ده دي الإعاقات البسيطة، بيدمج في مدارس التعليم العام عادي خالص، بيقعد جوه الفصل زيه زي طالب. دول عندهم انهي اعاقه؟ ده يا فندم هقول لحضرتك الاعاقات بتاعتهم. ده التوحد، الشلل الدماغي، الاعاقات الذهنيه البسيطه، ضعاف السمع، ضعاف البصر، المكفوفين، الاعاقات الحركيه. ده كله عندنا بيدمج داخل المدرسه داخل الفصل العادي خالص. تمام. ثالث مسار تعليمي عندنا، وده مصر يمكن بتنفرد فيه في الشرق الاوسط كله، هي فصول مزدوجي ومتعددي الاعاقه. دي خدمه ما كانتش موجوده قبل كده. لو الولد عنده اعاقتين، عنده اعاقه سمع بصريه او اعاقه ذهنيه وبصريه، اعاقه ذهنيه وسمعيه، مصر فيها فصول تقدر تعلم الولد اللي عنده اعاقتين مع بعض او عنده ثلاث اعاقات مزدوج متعدد الاعاقه. هايل والله الكلام ده. واحنا يعني انا عندي كلام كتير وعندي اسئله كتير جدا انا ووديم، لكن احنا معنا فيديو لطيف عن رسائل بقى للامهات لاولادنا من ذوي الهمم. تيجي نشوفه؟ اتفضلي. تعالوا نشوف الفيديو، اكيد لسه مكملين مع حضراتكم حوار. كنت حاسه اني تايهه ومصدومه قوي باللي سمعته من الدكتور، كنت زعلانه جدا. لا انا زهقت. انا في البدايه حبيت اقدم لها مدارس خاصه بحيث ان يكون في تعليم زياده واهتمام زياده وكده، وكل المدارس الخاصه قالوا لي محتاجين مرافق ليها، فده كان صعب بالنسبه لي ان اقعد بيها طول اليوم. المشكله اللي بقى حصلت لاحمد في اولى ابتدائي، انا داخله ابو شايلاه، قالت لا ده مش هينفع هنا. قلت ليه؟ قالت لا ده عيل معاه ما ينفعش، عنده اعاقه ذهنيه وفرق حركه، وكنت بودي تخاطب مركز تخاطب، ما كانتش بتكلم كويس حتى 4-5 سنين، وقبل الكلام برضو كان ايام عملياتها وكده كانت بتحتاج مجهود كبير، فانا كنت بتعامل معاها كاني طبيبه مش امها، فده كان مجهود كبير عليا وقتها. انا بوجه رساله للي عندهم احتياجات خاصه يودوا عيالهم تعليم ما يستسلموش خالص. أنصح أي أب وأم إن هم يهتموا بأولادهم ذوي احتياجات خاصة أكتر من الطبيعي، وما يستسلموش لأي تحديات يمروا بيها. يراعيه ما يسيبوش، يعني ما يكبرش دماغه، لا يراعيه، يشوف إيه ضرراته، يوديه للدكتور. في ناس بتقول لك لا هو خلاص إحنا عرفنا إيه الظروف خلاص، لا يبقوا معاه واحدة واحدة. محتاجة المدرسة من المجتمع عموماً ان هم يشوفوا اي طفل ذوي احتياجات خاصه سواء كبير او صغير، ان هم يشوفوه بشكل طبيعي زي اي طفل عادي، ما يشوفوش ان هو مختلف يقعدوا يبصوا عليه، او يهتموا بهم زياده شويه، لان هم مش يعني في ناس مش مهتمه قوي برضه. انا عايزاهم مراقبين بالحالات اللي زي دي، يحبوه يعني يعتبروه زي عيل عادي ما فيهوش حاجه، يلعبوا معاه، يحبوا يلعبوا معاه، ما يبعدوش عنه. في امهات تقول لهم لا ابعدوا عنه. فأنا بطلب المعاملة الكويسة والأشخاص اللي عندهم كفاءة عالية يدعموا وزارة التربية الخاصة يدعموهم في جميع مصر. يعني شفنا الحقيقه نموذج للامهات، وزي ما في يعني ام فاضله قالت ان التعامل مع ولادها من ذوي الاعاقه اكيد هو موضوع صعب. ارجع تاني لحضرتك يا استاذ محمد، ويعني شفنا الناس، وكانوا في برضه من ضمن الامهات واحده قالت كانت الناس رفضاهم في المدارس، يقول لك لا احنا مش هناخدهم في المدارس، فاكيد برضه الامهات لا كان الموضوع صعب وتقيل عليهم جدا. الحقيقه الاول كان بيبقى فيه صعوبات، لكن احنا بنحاول نحل كل الصعوبات ديت. دلوقتي عشان الولد يدمج مش محتاج يتعب ولا يروح في اي مكان، هو بمجرد ما بيروح المدرسه بيقول انا ابني عنده ذوي اعاقه، فالمدرسه بتوجهه بتعمله تحويل للتامين الصحي او اي مستشفيات حكوميه او مستشفيات جيش او شرطه، اي مستشفى تابعه للدوله، بيعمل الاختبارات
الذكاء والاختبارات الطبيه المطلوبه منه، وبيتعمل له الدمج من مديريه التربيه والتعليم التابع ليها، ويدمج في المدرسه بمنتهى السهوله او البساطه. ما بقتش الموضوع صعب جدا زي زمان او كده. طيب انا عايز اعرف مناهج المخصصه للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه وازاي بيتم تطويرها باستمرار. هي المناهج بشكل عام احنا عندنا جزئين كويس، زي ما قلت لحضرتك في الاول، مدارس التربيه الفكريه دي لها مناهج مخصصه بيها بتتناسب مع درجه اعاقتهم. مدارس الصم وضعاف السمع دي بتدرس من نفس مناهج التعليم العام لحد سته ابتدائي، وبعد كده بيبقى تعليم مهني. مدارس المكفوفين ده بياخد المنهج التعليمي العام وبيحذف منه بعض الحاجات التي لا تتناسب مع اعاقته. طلبة الدمج بيدرس منهج العادي مع بعض التيسيرات. احنا بداية من 2018 وطبقا لتوجيهات سيادة معالي فخامة الرئيس ان بناء الانسان المصري تم التطوير التعليم بداية من كي جي 1 لكي جي 2. السنة دي احنا وصلنا لأولى ابتدائي وان شاء الله مكملين. الطالب الدمج بياخد خدمات تيسيرية جوه المدرسة، يعني وليكن زي المرافق القانوني، ده ولد أصغر منه بيساعده في الكتابة في الامتحانات، ده للطالب الكفيف واللي عنده إعاقة حركية. مرافق التربوي ده شخص كبير تربوي بيدخل معاه الفصل أثناء الدراسة وفي الامتحانات، ده للتوحد والشلل الدماغي والداون سيندروم والعظم الزجاجي. لكل طالب معاها مرافق؟ لكل طالب، من حق كل طالب توحد او داون سيندروم او شلل دماغي او عظم زجاجي يدخل معايا شخص مرافق تربوي. مش كل الاعاقات، يعني بعض من الاعاقات بيبقى معاه مرافق. بالظبط، اللي هي صعب ان هو يتعامل. فده تيسيرا عليه. طب خليني اسال حضرتك، هل انتوا احنا بنتكلم دلوقتي عن الطلبه ذوي الهمم او ذوي الاعاقه، هم بيتعاملوا مع طلبة أسوياء، هل أنتوا بقى يعني بتقعدوا مع الطلبة الأسوياء دول، بتقعدوا تتكلموا معاهم، دول زمايلكوا، دول مثلا عندهم مشكلة ما، ولا لأ بتسيبوا الدنيا تمشي هم يندمجوا بقى مع بعض؟ طيب أنا من ضمن أهداف الحملة دي، حملة التوعية، وإحنا على طول الوزارة بتقوم بحملة التوعية، الطالب غير ذوي الإعاقة زميله اللي في الفصل. احنا بنقدم لهم خدمات زي الدمج في الأنشطة. يعني احنا الوزارة بتقدم أنشطة تربوية في كل المجالات، سواء مجالات رياضية أو ثقافية، فنية أو ترفيهية طبعا. وليكن احنا قبل كده كنا عاملين زي بطولة جمهورية، فريق الكورة مكون من طلبة ذوي إعاقة وطلاب غير ذوي الإعاقة. يعني فريق الكورة نفسه والطلبة الطالب غير ذوي الإعاقة يبات وهو مسافر البطولة، يبات في نفس الأوضة اللي زميله نايم فيها علشان يختلطوا مع بعض. الأنشطة اللي جوه المدرسة يبقى مشتركين في أغلب الأنشطة أو في كل الأنشطة، سواء أنشطة ثقافية أو موسيقى أو رسم. بدأنا فكرة أن يبقى في دمج ما بينهم أكتر في الأنشطة، بدأنا يبقى في نوع من حملات التوعية للطلبة، بدأنا يبقى في درجات تقييم بتنزل للطالب غير ذوي الإعاقة أنه هو بيساعد زميله في كتاب الأخلاق. واكتشف نزل بعض المصطلحات للغة الإشارة عشان لو في طالب ضعيف سمع إزاي يتعامل معاه بعض الإشارات، وكل ما السن بيعلى كل ما الولد بياخد كم إشارات أو بياخد تعليمات أفضل إزاي يقدر يتواصل ويتعامل مع زميله ذوي الإعاقة. يعني خليني أقول إن ده مجهود محترم جدا من وزارة التربية والتعليم، وكل الشكر والتقدير طبعا ليكوا. مهم جدا إن الطالب يعني كفاية إن هو عنده مشكلة ما، للأسف هو بيواجه كمان التنمر من بعض الزملاء، فأنا سعيدة جدا يعني بالمبادرة وإن المدرسة كلنا لينا، وهي فعلا هي المدرسة كلنا لينا، لأن ده مكان يا جماعة زي ما أنا قلت لحضراتكم هو مكان إحنا رايحين نتعلم، فبغض النظر بقى مين اللي موجود في المدرسة. الحقيقة يعني أنا كنت سعيدة بوجود حضرتك معنا النهاردة، دكتور محمد شوكت عضو المكتب الفني للإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك ويومك سعيد إن شاء الله. شكرا لحضرتك، يوم حضرتك سعيد. طيب إحنا أكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في يوم سعيد، لكن بعد الفاصل. مع
معانا فقرة لذيذة جدا دلوقتي، مسلسل تيتا زوزو اللي طبعا حقق نجاح كبير، يعني من المسلسلات الاجتماعية اللي الناس فعلا حبتها، حست ان الناس حقيقية او فيها ممثلين حقيقيين جدا، فيه حابين قوي التركيبة دي، يعني الممثلين كتير قوي، بس حابوا حاسوا ان هم قريبين ليهم، بيناقش قضايا الأسرة بطريقة واقعية جدا. الحقيقة ده من المسلسلات اللي حقق نجاح كبير جدا 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 من ساعة ما يعني حتى تم قالك ان في مسلسل بيتعمل، الناس كانت مستنية المسلسل ده بفارغ الصبر. مسلسل تيتا زوزو طبعا من بطولة النجمة الجميلة القديرة المحبوبة عندنا كلنا، هي الفنانة جميلة إسعاد يونس. النهاردة في الفقرة معنا مين؟ معانا مؤلف مسلسل تيتا زوزو، هو الكاتب الشاب محمد عبد العزيز، هنعرف بقى منه كل حاجة. صباحك زي الفل. صباح الفل عليكم. أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. مبروك على النجاح بتاع المسلسل، وإن هو بجد كسر الدنيا. الله يبارك فيك يا رب، يعني يكون عاجب الناس، وحتى اللي ما اتفرجش يرجع يتفرج تاني، لأنه حاجة جديدة مهمة ولايت على فكرة، مش الناس ما بقتش قادرة تسمع برضو حاجات أو تتفرج على حاجات صعبة، هو لايت، وزي ما ديما قالت في البداية إن هو بيناقش يعني قضايا اجتماعية لطيفة جوه كل بيت مصري. خليني أسألك كده في البداية، هل أنت كنت متوقع النجاح يعني اللي هيعمله المسلسل ده ولا لا؟ إحنا كنا بندعي، إحنا كان معانا اهم حاجه في الموضوع كانت مدام اسعاد يونس، ليها جمهور كبير، ليها ناس محبين، بس هو الناس هتبقى مستنيه، والناس ممكن تكون هتحكم بدري، ممكن الناس يبقى عندهم شويه ايشوز عند حاجه معينه. احنا كنا بنحاول ان احنا نعمل اقصى جهدنا في المسلسل، في الكتابه، في التصوير، في الاخراج، في التمثيل، في كل حاجه، في اختيار الممثلين، حاولنا بقدر الامكان ان احنا نبذل اكبر جهد ممكن في المسلسل عشان ننجح، لان احنا حسينا بمسؤوليه. مدام اسعاد كانت مديانا البراحه، لا وهي نجمه كبيره، ويعني ما ينفعش ان هي تقدم اي حاجه برضه. بالظبط، وفي نفس الوقت كمان ما بتتدخلش في حاجه، وسايبانا وعندها ثقه فينا، فكان ده قلقنا اكتر كمان، لانه يعني اول كمان بطوله دراميه ليك ومع الفنانه طبعا الكبيره اسعاد يونس، ورجعتها كمان للبطولات الدراميه. الكواليس بقى ساعتها كنت حاسس بايه، ان انت البطوله اول كتابه ليك هتبقى الفنانه طبعا اسعاد يونس؟ هو انا كنت كتبت حاجات قبل كده بس في ورشه كتابه مع محمد امين راضي، الورشه عملت فيها 4 أو 5 مسلسلات تقريبا، ده اول حاجه منفرده بقى ليا، فكانت موضوع مقلق. انا كنت خايف جدا. انت كنت بتشتغل كمان في البرامج التلفزيونيه قبل كده مع مدام اسعاد صاحبه السعاده من بدايته، يعني بقى لنا 11 سنه مع بعض. طيب كان مكسر من... ما هو ستيل مكسر الدنيا لغايه دلوقتي. الحمد لله الحمد لله. بس لا، الكواليس كانت جميله، الموضوع كان عائلي جدا، بس انا من جوايا كنت كل ما اروح يقول لي بطل الرعب اللي فيك، بطل الخوف ده شويه. انا كنت خايف جدا من التجربه، لان فيها حاجات جديده على الجمهور، فكنت خايف مش عارف هيستقبلوها ازاي، وبالذات موضوع الاي اي. طيب كان الـ يعني المسلسل بطوله الفنانه الجميله المحبوبه اسعاد يونس، هل كانت في اسماء مطروحه قبلها ولا لا؟ انتوا كنتوا وانتوا بتكتبوا لا احنا مع الفنانه اسعاد يونس؟ لا، المسلسل مكتوب لمدام اسعاد يونس من البدايه. حتى الشخصيه بتاعت تيتا زوزو شخصية قريبة جدا من مدام إسعاد في الواقع، يعني لو اتحطت في المواقف دي هتتصرف نفس التصرفات دي. أوكي. فهو لا، هو مكتوب لها من البداية. أوكي. فكرة بقى استخدام انت لسه بتقول الـ AI أو الذكاء الاصطناعي في المسلسل، اشمعنى عملت ده؟ هي الفكرة جت بعد ما بدأت كتابة المسلسل. يعني كنت كتبت أول 3 حلقات. انا بتابع جدا الابلكيشنز، بتابع التكنولوجيا بشكل عام، لا والتطور طبعا الفظيع للاي اي اصلا كل شويه، ف بالظبط. وده كان من سنتين، كانت لسه الاي اي لسه بنتعرف عليه. فنزل ابلكيشن شفته كده على احد الجروبات يعني، ففتحته لقيت ان انا ممكن اعمل كاركتر بطريقه معينه بالشكل اللي انا عايزه، لون الشعر، لون العين، لون البشره، كل حاجه فيه بختاره وبنزله قدامي على الكاميرا الموبايل، وبتكلم مع الكاركتر اللي انا عامله. فانا الجده عندي في تيتا زوزو هي جده حديثه، جده بتحاول ان هي تتماشى مع الواقع،
فدخلت الاي اي، ابتديت بقى اعيد كتابه تاني ودخلت موضوع الاي اي ده، وجت فكره رشدي اللي الناس زعلت عليه قوي في الاخر. طب السؤال اللي يعني اللي الناس كتير وعماله بتساله على طول، المسلسل تيتا زوزو ليه جزء تاني ولا لا؟ لحد دلوقتي لسه ما فيش كلام عن الموضوع، احنا ما بيننا وما بين بعض. بس الناس حباه، يعني الناس حابه المسلسل جدا. الناس حباه جدا بس طبعا هي ليها ظروف انتاجيه، ليها ظروف معينه تانيه. اتكلمنا ما بيننا وما بين بعض، احنا عاملين جروب الابطال بالاستاذه شيرين عادل ومدام اسعاد وكيلاني ونور وايناس وندى وكل الناس، واتكلمنا والله احنا ليه لا، ليه ما نعملش جزء تاني. فاحنا دلوقتي بنتكلم بنشوف الفكره ممكن. لا احنا دعوه من خلال يوم سعيد بجد لكل صناع العمل، محتاجين جزء تاني لتيتا زوزو. والله مش احنا بس الحقيقه، يعني الشارع المصري كله بجد عايز جزء تاني لتيتا زوزو. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اعتقد خير. الكاست كان حلو قوي وكان باين قوي قد ايه كلهم منسجمين مع بعض، فاحكي لنا كده شويه عن الكواليس كانت عامله ازاي، خصوصا انت كمان عفوا اشتغلت مع الفنانه سعاد يونس قبل كده في صاحبه السعاده، بس طريقه شغل كانت مختلفه. فالتجربه دي كانت عامله ازاي بقى؟ هي والله مدام سعاد في البرنامج زي في المسلسل هي الشخصيه، هي بتحكم، هي شخصيه محبوبه جدا، قريبه من الناس، قريبه من الشباب. هي كانت اول مره تتعرف عليهم، معظمهم يعني ما اشتغلتش معاهم قبل كده في حاجه، بس هم حبوها. كان في الاول في رهبه بالنسبه لهم اللي هم طبعا سعاد يونس، وبعدين لقوا ام، لقوا صاحبه، لقوا صديقه قريبه جدا منهم بتتكلم. هي كسرت الحته دي، كسرتها فبقينا فعلا عيله. طبعا مواقف كتير هي اتبهدلت يعني معانا في التصوير، هي ما بتقولش لا، لما راحت السجن، لما راحت المزرعه، لما في ايام كنا بنصور في ايام حر جدا. ده كان بيبقى لوكيشنز ولا لا؟ بتروحوا اماكن حقيقيه؟ بنروح اماكن حقيقيه فعلا. ده صعب جدا، ده كفايه الناس بس هتوقفها تقعد تتصور مع ده لوحده كفايه يعني. لا ومشهد يعني. السجن ده عايزينك تكلمنا عنه اكتر، مشهد السجن الفنانه سعاد يونس. والله اليوم زي ما حضراتكم كده بتكونوا متعودين معانا، بيكون دايما في فقراتنا ابطال مميزين جدا في مجالات الحقيقه مختلفه. بطلتنا النهارده رغم ان هي صغيره جدا في السن الا ان هي شاركت في بطولات كتيره جدا رياضيه، وحققت كمان بطولات مميزه في الرياضه اللي هي بتمارسها، وهي رياضه صعبه جدا والحقيقه هي رياضه مش سهله. معانا مين؟ معانا ضيفتنا اللي منورانا النهارده في يوم سعيد من عادل، بطله مصر في التايكوندو تحت سن ال 20 سنه. عندك 18 سنه مبدئيا. 18 مبدئيا. يا منى صباحك زي الفل. صباح الخير يا منى. صباح النور، عاملين ايه؟ نبتدي معاكي منين؟ 18 سنه وبطله في التايكوندو، والتايكوندو كمان رياضه صعبه للبنات. يعني ابتديتي امتى اصلا؟ هو انا ابتديت انا عندي 10 سنين 9 سنين. كان في مدرب عندنا في المدرسة كان بيجي كده يوم ترفيهي، كان بيمر بقى كل الرياضيات بقى، تايكوندو بقى وكاراتيه وكل حاجة. بس أكيد كان في حد بيضايقك في المدرسة فعشان كده اتعلمتي الرياضة دي صح؟ كنت عايزة تضربي حد؟ قوي مش قوي يعني، بس هو يعني انا حبيت الرياضه قوي، والكابتن شاف ان انا عندي موهبه من وانا صغيره يعني بستوعب بسرعه، وموهبه دي وفضلنا مع بعض لغايه ما نميناها وبقيت دلوقتي موجوده معاكم. والله ده انت هايله خليك. يعني دايما لعبه التايكوندو دي من اللعب الصعبه، لعبه ولادي شويه مش لعبه بناتي. لما جيتي تدخلي المجال ده او تلعبي الرياضه دي، مامتك وباباكي ما قالولكيش مثلا لا يا منى دي لعبه بتاعت ولاد، دي مش لعبه بنات، روحي العبي باليه، العبي سباحه، اللي هي الحاجات بتاعت البنات دي؟ بصي، في الاول هم طبعا كانوا خايفين عليا ومعارضين الفكره، بس بعد كده لما بديت احقق بطولات واحقق حاجات كتير وانجازات كتير، هم قالوا لي لا خلاص كملي انت تمام فيها وكويسه. فانا اثبتت لهم عكس ده، وهي اي رياضه عامه بتبقى عنيفه، بس احنا متميز في التايكوندو عندنا ادوات حمايه، حمايه الايد وهجوم واقي للصدر، هجوم واقي للراس والرجل، يعني بتحمينا كمان. ادوات الحمايه دي بقى برده بتستخدموها في التدريبات؟ يعني فيها في حاجات خطيره ممكن تسبب لك اصابه، فانت حتى هو اي رياضه اي رياضه معرضه للاصابه. بس احنا التايكوندو بالادوات تمرين بطوله، سواء تمرين بقى او بطوله، احنا بنلبسها وبتبقى حمايه لينا واقي لينا. بعد الشر عنك يعني، ورب ما يحصلش اي اصابه، لكن مثلا في مره من المرات في بطوله في تمرين في اي حاجه من دي، حصل لا قدر الله حصل لك اصابه ولا لا؟ هو اكيد طبعا اتعرضت لاصابات كتير، كان في بطوله برضه وكان في تمرين برضه اتعرضت لاصابات، بس مش كتير قوي يعني، اصابات خفيفه يعني. ايه زي ايه بيحصل؟ كدمات إيه؟ كدمات مثلا، ان انا مثلا بقع كده، يعني حاجات خفيفه قوي. طب مامتك بتعمل ايه؟
لا يا مو واثقه ان انا ده انا رياضه عنيفه فانا داخله فيها بطلت تقلق يعني هي خلاص هي عارفه ما خفتش. انا عايزه اقول لك على حاجه, انا مثلا في ماتش كوره ماتش انا برضو ما انا ام لما في ماتش كوره يعني لاعب من اللعيبه بيقع والله العظيم انا قلبي بيقع وراه ببقى اللي هو اقول انا لو ابني لا قلبي بيطلع من الجيم. اكيد طبعا بتبقى خايفه عليا وبتقولي كفايه وبلاش انت لو بنتي عادك في البيت مفيش الكلام ده عندنا يعني. لا بس هي شكلها عنيده كده وهي مش هتسيبهم يقعدوا في البيت حتى لو هم عايزين. انا هكمله ان شاء الله يعني وفي احسن من كده, بس اكيد بتبقى خايفه عليا بس انا بطمنها برضو بقى لا الاصابه مش خطيره قوي لدرجه ان انا اقعد لاي اصابه خفيفه عادي كدمه مثلا عندي التواء مثلا في حاجه كده بس مش اكتر يعني. بس قولي لنا بقى عن البطولات اللي شاركتي فيها. اكبر بطوله شاركت فيها كانت بطوله العرب الدوليه دي كان مشارك فيها اكتر من 20 دوله بره مصر. الحمد لله يعني خدت شهاده مشاركه وكده وبس ربنا ما وفقنيش في البطوله دي بس استفدت منها كتير قوي يعني. كنت وصل لدور عن ميداليه بس خسرت في الجوله الثانيه يعني فربنا ما حققليش اللي انا عايزاه بس ان شاء الله موجوده ان شاء الله ربنا يكرمك في اللي جاي اكيد ان شاء الله يعني. وواخده اول جمهوريه في تايكوندو في فئه البومزه وواخده اول بطوله شمال صعيد بطولات محليه اول 3 سنين ورا بعض ده هيبقى بطولات صغيره برده شمال صعيد اوكي انت من صعيد اصلا؟ لا من الفيوم. من الفيوم وواخده بطولات تانية زي بطوله الطابقين المفتوحه دي كانت بطوله مفتوحه برده مشارك فيها زي الجمهوريه كده بس كانت معموله عندنا في الفيوم يعني كانت مستضافه كل حاجه. طيب انت ما شاء الله بطله ومكسره الدنيا ومحققه انجازات وحاجات جميله جدا. الله يخليك. زي ما انا قلت انت 18 سنه ثانويه عامه في ثالثه ثانوي يعني ثالثه ثانوي ازاي بتوفقي ما بين الدراسه وما بين التمرين بتاعك وما بين ان انت بتطلعي تعملي بطوله لانه يعني احنا الولاد او البنات شايفينهم اليومين دول متدلعين شويه يعني يا دوبك بيروحوا يعني يقول لك انا مش قادر اذاكر خلاص انا رحت المدرسه خلاص مش قادر. لا انت بتروحي اهو بصوا منا بتروحي المدرسه وبتذاكر وبطله وبتروحي التمرين بتعملي حاجات كتيره جدا بتعمليها ازاي بقى دي ادينا السر. هقول لك في انا عامله جدول الجدول ده مثلا عندي 3 ايام في الاسبوع ده تمرينات ثابته عندي بتبقى بالليل مثلا الصبح بخصص الصبح مثلا هذاكر كذا لوقت كذا فبوقف باخد بريك فاصل بحيث بقى ان انا اقعد مع نفسي كده ارتب اولوياتي واشوف التمرين اللي انا بقى ابدا اشيل كل ده واركز في التمرين بقى يعني انا في تايم التمرين بركز فيه بيبقى بالليل مثلا تاني يوم بيبقى مثلا عندي جيم مثلا بعيد عن التايكوندو فانا الجيم مثلا بخليه الصبح بروح كده باخد تنظيم يعني هي الموضوع بيكمن في تنظيم, تنظيم الوقت اهم حاجه احنا عندنا وقت كبير قوي قوي بس احنا اللي مش مستغلين والله العظيم قوي انت جميله الله يخليك والله يتلقى. نفسك تدرسي ايه بقى يعني؟ وانا كنت بفكر في كليه حاسبات ومعلومات عشان اخويا. انت واخده كل حاجه صعبه مش هسرح نفسها عشان اخويا فيها طبعا فانا حاسه انسب ليا ده غير ان انا يعني في كام جزء برضو كنت فيه تبع التداول بقى والحاسبات وده فحسن القسم ده احسن حاجه يعني. لا ربنا معاكي بالتوفيق يا رب دايما. عندك هوايات عندك حاجات تانية بتحبي تعمليها او رياضات تانية بتحبي تلعبيها؟ عندي انا كنت بحب الملاكمه. ايه حب مالك يا ماما مالك يا ماما مالك مين بس ضايقك قولي لي بس وانا هرش لك وداني. لا لا محدش يقدر يضايقني عيب عليك طبعا محدش يقدر يضايقك اوعوا تضايقوا منا ها انتوا حرين. انا كنت بحب العب ملاكمه قوي فباخدها هوايه مش ك يعني كحاجه انا عايزه اوصل الاولمبياد بعدها لكن كهوايه عندي انا حباها. وكنت بتمرن برضو سباحه وملاكمه برضو سباحه لا عاديه خالص عاديه فانا كنت الهوايه الاثنين دول عندي يعني انا بحبهم وبحب ان انا اقرا بحب القراءه جدا وحاجات يعني بفصل يعني من التايكوندو بروح لها. انت دايما عايزه تطوري من نفسك ودي حاجه حلوه جدا. دي حاجه احسن والله. طب ايه بقى اللي جاي عايزه تحققي ايه؟ هو في دلوقتي في مجال التايكوندو عامه ولا في مجال التايكوندو وفي حياتك؟ في حياتي يعني ان شاء الله اركز يعني في المجال يعني ادخل كليه بعدها يعني اظبط ده وده برضه عشان ده ما يقلش عشان الدراسه برضه اهم حاجه ومامتي برضه كده والبيت عندي طبعا لازم يبقى معاكي شهاده اكيد طبعا. فبرضه انا بجهز لتصفيات جمهوريه عندي بطوله جمهوريه يعني كمان شهرين كده بجهز لها دلوقتي وان شاء الله بقى ربنا يوفقني فيها.
ربنا يكرمك ان شاء الله وتيجي بعد كده تتجوزي تبقى عروسه قد الدنيا. لسه بدري. ما هو لسه بدري. تعالي تعالي نتخيل احنا قاعدين بقى مورانا شويه فتعالي نتخيل انت كده بعد كام سنه ان شاء الله تمام هتتجوزي. تمام. جالك ابن الحلال وقال لك يلا وبتاع ونتجوز. قالك بس مش هتكملي في التايكوندو هتعملي ايه؟ لا هو اولا انا لما هختار حد خايف منك انا لو عندي ابني وهقوله لا يا عم دي هتموتك في ايديها يعني. لا لا انا مبدئيا لما هختار حد هختار حد يكون فكره قريب من فكري. يعني متقبل فكره ان البنت عامه مسموح لها عادي تتمرن مسموح لها عادي اي رياضه تتمرنها فهماني. فهو يعني لو عرض الفكره دي انا اكيد يعني ايه حاول اقول له ان عادي اقنعيه اضربيه حاول اقنعه اكيد يعني. ودلوقتي طبعا الفكر باين ان هو البنت ما لهاش علاقات ما لهاش رياضات عنيفه وكده بس لا انا بقول لهم ان كل الرياضات عنيفه كل الرياضات معرضه لاي اصابه اي حاجه. والفكره ان انت طبعا تفصلي ما بين البيت وما بين الرياضه اكيد طبعا. لو زي ما قلت لازم تختار شخص بيتقبلها زي ما هي ما يحاولش يغير فيها اي حاجه بعد جواز. انت نورتينا واحنا بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله نستضيفك كمان شهرين بعد البطوله اللي جايه ان شاء الله. ماشي شكرا. يومنا خلص يا نرمين. يومنا خلص خلاص بسلم عليكي مره تانية منا نورتينا وشرفتينا ويعني احنا كنا مبسوطين جدا بوجودنا مع حضراتكم انا وزميلتي ديما. احفظوا بقى ايامنا احنا طبعا البرنامج مستمر 7 ايام في الاسبوع. ايامي انا وزميلتي ديما تبقى من الثلاث للخميس ان شاء الله. بكره احنا انا وديما اجازه بكره زمايلنا علا واحمد ان شاء الله مكملين مع حضراتكم. نشوفكم على الف خير ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات يوم سعيد. باي باي.